قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. تلقي راسك فطري وسيري عند حناك. دويا هو الخياطة اللي كيحمقني أنا هو ندير الحلوى. راه تي اللي كطلعي لي السكر وغادا تبقاي تطلعي لي العشرة. معرفش شكون اللي غادي يركب السكر في الآخر. قبل أمي كانت حنينة معايا، ملي مات خويا مبارك ولات كتغوت عليا بزاف. كين شلت الدب قبل ما يموت، كان كيداوي على الكبده ومات بالمسرانه الزايده. مامي ما نعاونش سعد في حلوى. يا تي فطري سيري عند حناك خلاص. صباح الخير ابا. ليلى شحال زوينة، شحال كتبان فنة مع الصباح، غير هي بوحدها اللي ظريفة معايا في هاد الدرب. صباح الخير ليلى، لاباس الحمد لله. سعداتها بعدا هي خدامة في أكاجين، كتقابل الدراري الصغار، كتجي غير مرة مطاردة نطلع على أمها. لا ندوشي لا ندوشي، انت كما تعرفي اش كتهضري. انا ما كنعرفها التلفزيون على كل جيبه ولا باس. اي اي باش ديري لي الموسم ديال الخردة في داري. انا بغيت وكندير لك القيمه اللي ما عندك، اما شداني نهضرك. يا الشقفه بتقول عليا الجلده، الله يخلصك. محنا 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 يا سغينا راه جبتنا. وحنا انا اللي باركه تنفرك في جلد القاموس وكاع ما ديتها في راسي. ما عندي من جاب شي حس. قولوا لي اللي نتا نتفرج في شاروخان وربعتو. اري يا بنتي هذا في التليفون. الو مينا بنتي،
هاكوني انا مزيت بنتك راه واصله على خير وبخير. واخ اشنو تكشت الدباج والخوار واخا دابا نسيتهم ديك مع بنتك هاكوني هانيه واخا الله عاونك بسلامه. واخا تكون الله يدير ليك بالا في نيفي واللي يكونوا ودنيا خضرين بحال شي جن كاع ما تدي ما تجيب عندها بحالنا ما كايناش ماشي زعما حيت ندوخها العرس هي ديما هكا. ويمان هاكا بنتي تكشت الدي من الوالده بلاتي نزيدك واحد الحاجه اخرى هادو بنيتي ديالك اعطيتهم لك وهادو دي من امك هذاك جليهم مالك طايره لك ياك لاباس. انا فيني هم ما نعرف ندير والو ما بليهمش بلي ما بقيتش صغيره. انت بنتي تبارك الله راه كبيره ويني كل حاجه بوقتها وهذا جمال والجيراننا ساكن في اكادير عاد دابا وصلت واحد شويه يا اخي الحمد لله بلي بلي كيشوف فيا ايمان صافا واو انت قسميتي اليوم عرفت كيبغيني شي نهار انا وياه غير بالشوط اليد في اليد في لاباج باكادير عزيز ديما قوم جيم ستوديو حتى لزدك هذا شي نهار غنقول عليه. صباح الخير يا ايمان اجي عندي واحد الفيلم جديد. فيلم واعر اليوم غتقتلني. لقيتي الفيلم ما غاديش نشوفو معاك اليوم وغدا لا اليوم لا غدا اختك كفرتها ومالكي جليت الذهب كلشي ديال المحنه كفرتها صاحبتي مع ماماك وغير خليها الله بسلام. تزدو تارودان وبا ومي متارودان وجدودي تزادو في تارودان وانا يا ربي غير نخرج منها. كي خالع وجه الكمارة مبقيتش نحمل فيها نشوفها. السي عباس هو تولى ما يهضر معاك ما يتسوق لك فين كنت زغبية ما كتقلب عليك انت جاي غير فراسك هذاك هرمه اه ياتا سير بي راه كلشي كيقلب عليك دون مصان ادخل سوق راسك على سلامتك فين تعطلتي حتى لهاد الوقت فين القفاط والذهب اللي عطاتك جداك اوين انت هضري بالكي صيصنتي ما عرفت ما عرفتيش ودرتي كلشي اش غندير لك دابا الجيف اش غادي ندير لك
ويلي ويلي على شو راكي غير زايده في هاد الدار كون غير سطاتني الارض ولا نسى الكاسكيطه ديال خوك الله يرحمه. زيدي قدامي زيدي يلا دخلي. مالها مينا كتغوت؟ سمعت بلي بنتها مشى لها شي ذهب ما ذهب. عمرنا ما سمعنا مينا كتغوت هكا. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ويلي عندك يا ولاد تحمد الله اللي دار بوز. لاباس الزين؟ سلام لاباس. يا عباد الله هاد البنت راه تخرج لي عقلي جلات لي الذهب. ودرتي الذهب ديال جداب ها محق امك ملي كتقول لك ما عمرك تفريه. مشتومش درقي عليا وجهك. انت بسلامة ناويين نديرو العرس من هنا شي شهرين ولا ثلاثة. ماك عارفة بلي اللي كتخرج معايا؟ لا هاد الساعة ما بغات تقول ليها والو. انت كتعرفي؟ ماماي ما شفتو ولكن على ما قالت لي ليلى شي واحد لاباس عليه. إلا بغى الله الحلوة الجاية تكون ليلى. الله نمشي نشوف زهرة غير هي اللي كتفهمني. مشات بنتي غير هنايا. دخلي دخلي تسنايا حتى نعاود نرجع. هلو رشيد هادي ليلى. كاينه الوالده ديالي صافا؟ لاباس الحمد لله. بغيت نقول لك ملي رجعت من اكادير شريت شي حاجه اللي غتصلح لنا للدار لكن باقي خصنا نشرب بزاف ديال الحوايج. هلو رشيد كتسمعني؟ اوه كنسمعك الحبيبه ديالي كنسمعك. كيبان لي بلي غادي نتزوجو قبل رمضان ياك؟ من بعد الله يرزق الصحه والسلامه. انت عارفه بلي لاباط اللي عندي ضيقه وما متسعش بزاف. عطيني غير واحد شويه ديال الوقت ندبر شويه ديال المصروف ندور الحركه. غادي نشري شي ابارتمون كبير. اوكي كنتمنى هاد قريب تكون جاب بصح. واش غديري؟ خصنا نتلاقاو اليوم الليل. لا ما يمكن ليش اختي معروضه لواحد العرس و ما يمكن ليش نخلي الوالده بوحدها. واخا وتهلاي في المول مزيان. يلا حبيبتي بسلام عليك. شتو نباص ما شايبه باي. سارة ما تمشيش معنا للعرس. معليش ما سيروش طحون نشطو مع راساتكم. ما تنساش تقتل امي. سلامة الحاجة. غير سيري يا بنتي بصحتكم. سلامة ماما. شنتك معايا بنتي ما خليتك ديري والو. اني ما عزيز عليا نجلس معاك ماما. الدواء غالي ياك بنتي؟ عندك ما تحركش. داك الشيء قال لي شديتي كتخسريها عليا بنتي. ديها فراسك شويه كاع البنات اللي قدك تجوجوا. يا الله ماما جمال
جات عندكم ايمان؟ لا علاش؟ ما عرفت فين مشات هذه المصيبه هذه. الا جات قول لها راه كنقلب عليها. واخا مينا غتهناي. يلا بسلامه. مع من كنتي كتهضري؟ غير مينا كتقلب على ايمان. على ايمان؟ ما فهمتش. شفتها كتغوت عليها حيت ودرت لها شي ذهب. مسكينه ما صبراتش على الموت ديال ولدها. عرفتي شنو؟ راني عارفه في غلقها. هو غسير يا بنتي. تديش فيهم يا بنتي، خوك الله يرحمه وهما الله يرزق ليهم الصبر. عافاك عافاك ليلى، ديني معاك الاكادير دبري ليا فشي خدمه حتى انا نقدر نقابل الدراري الصغار. انت مازال صغيره، والديك ما غيخليكش تخرجي من القرايه. عرفتي شنو؟ يا نصلفك واحد القفطان ونوصلك حتى لباب العرس ونرجع. ما غاديش للعرس ديالهم. لكن عائلتك كلها راه تما. عافاك عافاك ام فاطمه، قولي لها ديني نخدم. صافي ما تمشيش للعرس، انا غنطلب ليلى ونقول لها تديك معها على قادير غير باش تدوري ماشي باش تخدمي، وباتوا حتى الصباح واجي. ولكن امي كتهضر على اليوم، ما كيليش نخليك بوحدك. الا كانت غير ليلى وحده غير سيري، ودي معاك هاد البنيه فرحيها. ولكن امي ديري لي خاطري، وديها فين كتدي هذوك الوليدات اللي كتقابلي؟ عافاك عافاك ليلى. بغيتي تمشي لاكادير؟ ايوا شنقولوا لماماك؟ سيري عند مينا وقولي ليها انا اللي طلبتها. ايوا واخا انا هي هذيك، خصني مازال نشري شي حوايج من تما. مينا معما ليلى لقيتيها؟ اه راه جالسه معنا في الدار. فين كانت؟ يلا لقيتيني غادي نقولها لباها. وصافي ما فيها باس، راه كانت غير هنا. عافاك لما قولي لي هاد الشيء ياك راه بغينا نمشيو للعرس. مينا ايمان كلها تمشيها معايا لاكادير ياك؟ اكادير ايوا عرس ولد خاله. وصافي سيروا نتوما وخليها تمشي معايا، الوالده هي اللي قالتها ليا. وهي مسكينه شكون غادي يبقى معاها؟ قالك معلاش بقات بوحدها، واليوم نمشيو وغدا في الصباح نرجعو. واخا
شوفي شعرك ايه ولا اش هادشي؟ لا لا غير الدواء. مالكي مريضة؟ لا الحمد لله ما عندي والو. يلا يلا نبدلو حوايجنا راه فزقنا. قلتي لي دابا شي خدمه؟ ايوا قرايه قرايه. والله الا ندمت ما كملتش قرايتي. شتي انا نقري خاليه من هنا نفاخيه راسي وكتخرج من هنا. ايوا شنو بغيتي ديري؟ نخدم شي باتيسري اكادير مدينة الحب. علاش لا؟ وانتي كتبغى شي واحد معقول غتزوجو؟ انا ري على خمشوش. كيفاش خدام؟ 10 عام تيبني في الديور. حتى ودي تسكن في اكادير وغادي نشوفهم. محال نشوفو اليوم قيل انا مسافش. وهذا حسن هذاك هو خويا الصغير. كان بقى كيبان بزاف راه في مراكش كنعاونو باش يقرا في كليه الطب. كيحل المسكين باش يداوي شي نهار لعين الوالده. وهذا باك عقلت عليه كان هو الوحيد في السوق اللي كيبيع مونيكات كيهضروا كيتمشى. صباح النهار مشى بلا رجع مع واحد مونيكات بصح. يلا قولي لي دابا فين بغيتي نمشي؟ تجيني مرجان. علاش مرجان؟ حيت ما عمرني مشيت لشي سوق كبير. يلا حتى انا عندي ميكدا تما. زوجات انا غادي ندير لك الحلوه. ليلى شوفي شكون فين شكون هي؟ ماشي رشيد اللي وريتي لي في التصويره؟ اسمح لي اخويا سمحوا لي. اوه الشوفة عندك حارة. زين اش كديري هنا؟ جبت معايا بنت جارتنا باش نسهلها شوية في الأكادير. مامك في الجيب هذا؟ تم بعد ما قلت لك إيمان سيري جيبي واحد الحك ديال الشوكولات داك الشوكولات المدور عرفتيه؟ سيري وسيري. انا على حساب وليتي كتخبي عليا شي حوايج ياك؟ كنخبي عليك حتى شي حاجه. زيدو فين غادي بهذا الشيء؟ واحد القصه نزلت عليا من السما واحد الانجليزي قال كيحماق على الجيم. يلا ايوا فين جات هاد القصه راه السلامة؟ فيلا بحال ديما. هادي اللي قلتي ليا؟ ماشي هادي راه كاينه واحده اخرى بحالها كبيره قلبي تما راه تصيبها. منير العبسي جا لكادير بغا يصاوب شي وطيلات وانا هاد العمزه ما خصنيش نضيع مع راسي ضروري باش تكوني معايا ياك عبيد بدا تكوني معايا هاد الليل هادي اي 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 تبارك الله عرفتي هاد البواطه اللي اختاريتي الشوكولات احسن ما كاين هنايا كتعرفي تختاري اجيتي هي مثالي انت هاديك
واحد المدينة كان حماق عليها، فيها داكشي كاع الزوين، فيها الزيتون، فيها اللوز، فيها الزين بحالك. يلا يلا غتمشيو مع جوج جوج. يلا ممكن لي عجبك ندخل في حياتي للدار. اش قلتي؟ ما يمكنلكش؟ انت كتقولي لي ما يمكنش. عارفه بلي هاد الليله مهمه بالنسبه لي، وهاد الهمزه ما خصنيش نفلتها. شوف حبيبتي يلا غادي تمشي معايا لاصواري بلا بيك كدوز كحله. ها ما ديريهاش على وجهها، ديرها على وجهها صاحبتك. ها اش انت كتعجبك القصاره؟ السهره، الشطيح، الغنى، كاين واحد المغنيه غادي تحمقك. يلا تمشي رايك ونبداو. My friend, the genie. انا موجود ومن العدود غريب في بلادي. انا موجود ومن العدود غريب في بلادي. جيتي تواد رشيد الله يهديه. تعال دابا انا بغيت القصر والعشاء انت غادي. يلا هاكي ديها الطاطو السلام دابا. يلا سيري الاستوريزاسيون في يدي. اكتب عليك اكتب عليك شرب شي حاجه. اكتب عليك عليك لازم نضيف ولا كوا ماشي نافع اشرب عندك. اكتب عليك اكتب عليك لو كنت بحبك لسه اكتب عليك واكتب عليك لو كنت نسيتك همسه على داك الفروشه اللي خرجت من الصالون. شوفك شوفك شي واحد احسن منه.
ياك الليله ليلتي. هي الليله ليلتك ولكن هذيك راه محيه. بغيتي تقول لي لا؟ حاشا سي منير، الا بغيتيها كاينه ما كاين حتى مشكل. ضدك دو مينوت، دو مينوت با بلوس. واش حرام عليك تخلي في الصالون؟ انت لا جبتيها لا لا كاع. لقيتي حاجة انت في الصالون؟ واش غديري دابا؟ ما عليك تشوف من هنا كان محتاجني. ياك أحمد؟ أحمد انت اللي كمل بوحدو. يلا ادخلي إيمان. علاش نشوف معاك هاد الفيلم؟ معليش طلعت ليا ملي ترجعي نعاود ليك القصة. مرمر سے تراشا ہوا یہ شوخ بدن اتنا دلکش ہے کہ اپنانے کو جی چاہتا ہے. انا ممثل کبیر ولكن قلیل اللي كيفهمني في هاد البلاد. الله على حلاوة. غنرجع البنت لدارهم. غنجيو سيما. اولا باقا صغيره، وثانيا بن جارتنا، وكان عرفك رشيد ما عندك عباسات. حشومه عليك حشومه. انت كدوي على الحشومه باز. ما خليت ما درت على قبلك، ولكن حتى البنت لا رشيد ما نقدرش. شكولتي عاوني بس
سمعتش. يلا قولي ما تخليش انتي كتقولي لي ما نقلاش. صافي فاق عليك الضمير ولا نسيتي؟ نسيتي شكون اللي كيصرف عليك انتي وديك العوره ديال امك؟ ها اش كتقولي لها مسكينه باللي العزيبه ديال بنتها خدامه خدمه شريفه فين في اكادير سي صح؟ ها اش كتخدمي؟ كتقابلي الدراري كتنعسيهم وتفيقيهم وتبدلي لهم الخروق ولا بغيتي نخرمز هاد الوجه؟ صافي قادر عليك. الو يا وجه النحس، ما عندك لا دار لا ولاد؟ فينك هذاك وبيداتي يشويني فيك يا دليل. توحشتك توحشك رفعة قرصك ان شاء الله. وحق ربي لا توحشتك بركة من الكذوب من الزلخة. والله يا حبيبي انا كنموت على القاف. الله عندي واحد عندي ماشي سبريون ما واحد العقروشة ديال امك زهق لا العقل وبغات زهق هي ديالي. واو حق الله مع سبريون انت دوز امريك اجي دادا. يلا بور فابور اموري اذا ما جاوبوها اجي دادا. الو انا هما سبريون فوتي نوقني. من هذيك الدروس اللي فاتها؟ ردت هذيك خيتي تاع الشبشبيت. بيبي بيبي اوف اوه جلونا يا عمري. تينا خاصك شي حاجه؟ لا لا شكرا. انت لا خاصك شي حاجه صايبتي لي. البنات الا ما عندكم ما ديروه بدون الصالون تقول راسكم. Basée sur les grands moments de la vie conjugale.
candidat dans de nouvelles épreuves et situations inattendues.
عيطوا على الامبيلونس. واش داك خينا باقي حي؟ باقي كيتململ. الحقرة هادي ياك حقرتونا ياك. عيطوا للمغدادي قمة ندمو يقول لكم شكون حنا. والله شاهد حنا ديما كنديروا معاكم بات زوين. اسكت اسكت راك وجه الطاجين. اسكت الله يسكتك الحس مزيان. اسكت قول لي اش وقع؟ جيت انسبكتور جديد من الرباط. هاد المره ما سمعك جيت معاك نطبقوا التعليمات. صافا؟ غير كلي ما هضرك اوب فيت شوف يا على كمارة. بلاتي بلاتي هاكي هاكي. لا 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 خليه من بعد من بعد من بعد. بارك الله فيك. مالك شكون داك هاد الحال؟ ويت امي با فين هما والديك؟ خلاوك بوحدك؟ تارودان بغيت نمشي لتارودان. دي ساكنة تما؟ انتي من تارودان؟ بغيت نمشي ويديوني. راه عندك النمرة ديالهم؟ 0 76 76 42 42 82 82. ما بقيتش عاقلة. ما عقلتيش؟ حاولي حاولي تذكري. كيجيب حتى واحد. علاش شكون مسيري؟ ايها سيدي هو هذا. شو واقع؟ شكون انت؟ أم الإيمان؟ الكوميسارية؟ ذهب لوال. اش واقع؟ فين هي ليلى؟ هذيك لالا ليلى
بدات بدكم لواحد القصاره فيها سلاكت. شنو القصاره؟ فواحد الفيلا. الفيلا ومعها من ليلى وبزاف ديال الشباب. ليلى على ما بان لي انا هذيك ليلى كتلاقي السلوكه. شكون هما هاد الرجال؟ واحد فيهم خلعانين. كيفاش؟ اش دار ليك؟ كنت نتفرج في واحد الفيلم هندي وهو يتلح عليا. ليك ما دار ليك والو؟ كل هاني من هذيك الناحيه الاغتصاب من اش كنا خايفين راه ما وقعش. فين كاين هاد ولد الحرام؟ اش بعدا هذاك راه شغلنا حنا. حتى انا شغلي. واش هذيك ماشي بنتي؟ فين كاين هاد الفيلا؟ فين اودي الله يهديك الفيلا ما عطى الله غير هما فكادير. وشنو كتسناو باش تشدوه؟ واش شفتي بعدا شحال هادي في الساعه؟ واش عباد الله المجرم باقي داعي في الزناقه ديال اكادير وباغيني نشوف في الساعه؟ واش كتفلى عليا؟ داك اللي كتقول عليه مجرم راه بنتك عطاتو علاش كيدور وزيدون عطيها كوميساريه صغيره ديال الحومه. نهار جينا التعليمات من الكوميساريه سنترال غادي نعيطو عليكم. يمكن لك تفضل. أكادير بومباي. إيمان إيمان فيقي. زينب هي زينب لكن راها تبدلات شي شوية. زينب عافاك واحد الشريبة بعد هاد الأيامات كنفوز بالظرافة ديالها. قبل هاد الشي ما يتقاضى. زينب طلقتي؟ تلبسي عليا؟ من
وزارة الداخلية بالرباط وقد تأكدت هذه ماما دايما ريحتها زوينة كيعجبني نبوسة. غادر منير العبسي ابن المقاوم الحاج محمد بن علي العبسي وأحد مشاهير رجال الأعمال بالبلاد بعدما استثمر أموالا ضخمة في مشاريع القرى السياحية بأكادير. غادر فراشه بمستشفى الأعمال بعدما قضى فترة طويلة في العلاج ضد مرض عضال نادر ألم به خلال رحلته الأخيرة لجنوب إفريقيا. ينعم منير العبسي اليوم بصحة جيدة ويستعد بعد فترة نقاهة مستحقة للعودة لمزاولة نشاطه اليومي. يلا فيقوا يلا 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 تحركوا يلا نود نود يلا زيد يلا يلا زيدي يلا تحركوا يلا تمشوا يلا زيدوا يلا تقعدوا يلا. إيمان لبس؟ سعاد لبس؟ ها انتوما غادي تشوف دابا غادي يعيط عليا. اجا عافاك هاوليني. كيسحاب ليه والدي دروك دروك يغوت عليا. واش كتاكلي النخاله ولا شنو؟ ولكن تنحس بيه تيبغيني. هذا تقول زيزون عمرني سمعتو. تعرف كل شيء وما تعرفش كيدور في راس الناس. عزيز لاباس إيمان لاباس. عندما يسيل قلبي دموعا آخر فيلم جاشا روحا خبيته لي. لا لا شكرا. ايوا شرب خاطر اعطيني هذا. هسي عزيز جائزة اكبر عروبة شفتها عيني. عزيز شنو قميشتك؟ لا لا مصفى. لا لا زين بزاف يعجبك فندق راسي خبيهم ليك. ايه الله يحميك ضيعهم. صباح الخير. ايه لاباس. صباح الخير أيمن. صباح النور. أجي عافاك كمل على الحلوة. هاكي هيا كمل على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا فاطمة. الله فاطمة الله يعاون. واه واه واه
هكا. يلا زيد زيد زيد.